نحن ينبغي علينا، يعني الأمة ينبغي عليها أن تعيد النظر في كيفية قراءتها للقرآن الكريم. نحتاج إلى المنهج وهو القرآن، ونحتاج إلى المبين لذلك المنهج وهو رسول الله، وهو أمير المؤمنين، وهم أئمة أهل البيت. مو أنه واحد يأخذ القرآن ويرى القرآن ويفكر ماذا يقول القرآن، يأخذ القرآن إلى جانب أهل البيت. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً.